ركز معايا بقى في تدريبات الجرامر، فيها اشياء كتير عاليه وهنهدى شويه في الشرح. الطالب الذي who has come first، اللي طلع الاول. دايما لما تلاقي عاطل وفعل يبقى غالبا انت هتختار هو. their argument، جدالهم. which، الذي. continue، استمر اكتر من 3 ساعات، اتحل في النهايه، يبقى هنا which. تمام كده، جدالهم الذي. الجمله الثالثه، شهر فبراير is the month، ماشي، هو الشهر، يبقى when، ماشي، الشهر اللي بيجي فيه كتير من السياح عشان يزور مصر. الجمله الرابعه، the sweater، السويتر اللي والدي اشترى، which my father bought me، خد بالك قال bought me مش bought for me ولا to me، bought me على طول، يبقى هنا اخترنا ايه؟ which. مس علا، مس علا، اوكي؟ وفعل يبقى هو. شرم الشيخ is the resort، شرم الشيخ هي المصيف. we enjoy diving، يبقى where، حيث نستمتع به، دايفنج السباحه، الغوص اسف. خد بالك من الجمله دي، كتير من الطلبه ممكن يغلطوا ويقولوا وير، يقول لك طنطا هي مكان، لا بس خد بالك قال طنطا از، هنا جايب فعل، يبقى طنطا ويتش، ماشي، يبقى لما الاقي مكان وفعل يبقى هستعمل ايه؟ ويتش. الشخص اللي عربيته اتسرقت، هنا علاقه ملكيه، يبقى هوز كار. العالم اللي اكتشف، يبقى هو. جدي بيقول ان هو فخور جدا لما بيفتكر اليوم، ها هنا بنتكلم عن زمن، يبقى وين، حيث او الذي فيه حصل على درجته الجامعيه. The boy that teacher punished، يبقى هنا هوم عشان الولد ده اوبجكت، المفروض ان هو مفعول، صح، هو اللي تلقى العقوبه، فاستعملنا هوم لان هوم هي اللي بتعود على مفعول، وكان يجوز برضو ان احنا نستعمل هوم، بس طبعا ما فيش الجمله. انا عايز اتكلم مع الشخص الذي، طب ما فيش هو، يبقى هنا ذات. احمد حصل على افضل درجه في اللغه الانجليزيه، which، حصوله على افضل درجه ده كله الذي كان مفاجاه كبيره بالنسبه لي، هنا which عايد على جمله كامله. مدرسي يريد ان يعرف السبب، the reason why، السبب اللي من اجله انا دايما بتاخر. the shop didn't have، المحل، ماشي، ما كانش what we wanted، المحل ما كانش فيه ما نريد، هنا رد بمعنى ما او الذي. عادل هو صديقي، whose brother، اللي اخوه، كسب مسابقه الشعر. كليوباترا التي كانت جميله جدا، يبقى اخوه، ماشي. لمياء اللي ابوها، وز فادر اللي والدها، يبان علاقه ملكيه. قصه لورد اوف ذا فلايز از استوري، اللي فيها ان ويتش مجموعه من طلاب المدارس حصل لهم شيبريك، يعني غرقت سفينتهم على غرقت سفينتهم او طيارتهم على جزيره. الممرضه، هنا فعل هو لوكس افتر، يبقى هو. هاف يو سين، شفت. وات اي بوت فروم لندن، وات، ما اشتريته من لندن. هي سألتني أنت كنت فين؟ To which، ردا على هذا الكلام ما أقدرش أقول لك. قال لها أنا مش هقدر أقول لك، يبقى To which، ردا على العبارة دي يعني. The person، وأدي does، يبقى فعل، يبقى هو. Women's Day، which، ما دام عندك هنا فعل، كلمة ماركس يعني يعلم أو إذانا لبدء شيء معين أو علامة على. أوكي؟ يبقى هنا هنستعمل معاها كلمة إيه؟ which، تمام. 25، امبارح اخويا وانا لعبنا ماتش طويل من التنس، او ماتش تنس طويل، وده خلانا تعبانين جدا، يبقى الجمله الكامله قلنا بنقول عليها كلمه ايه؟ which. العام 1837 كان العام الذي when فيكتوريا become queen of Britain، اللي فيه بقت فيكتوريا، الملكه فيكتوريا يعني ملكه بريطانيا. 27، الكسندرية، my mother was born، يبقى اسكندرية، حيث ولدت أمي، يبقى هنا هنستعمل وير. لكن خد بالك الجملة 28، الكسندرية is، يبقى هنا which، الاسكندرية التي،
هي ثاني اكبر مدينه في مصر، بتكون جميله جدا بالاجازات الرائعه. ارانيم وادي ووس، ادي اسم انسان عاقل وادي ووس، تمام كده؟ يبقى على طول هتختار هو. طبعا دي لعيبه سكواش مشهوره. هم قالوا شيء كرول قاسي. I think they should apologize. خد بالك ان apologize بتاخد حرف الجر ايه؟ for. يبقى الحاجه القاسيه دي انا شايف ان هم لازم يعتذروا عنها، يبقى for which. رنيم كسبت جايزه في سنه 2015، طيب مكسبها للجايزه ده خلاها ايه؟ خلاها بقت رقم واحد بالنسبه للنساء اللي بيلعبوا سكواش، يبقى هنا برضه جمله كامله يبقى which. عملها توك اب اللي استغرق كتير من حياتها بين ايه؟ برضه الاجابه which. واضح كده؟ كان روبرت هينسو، طبعا ده من شخصيات القصه المهمه، طبعا انت لازم تقرا القصه، لازم، مفيش حاجه اسمها هي ملغيه، لا القصه للاطلاع والدراسه، يعني لازم تقراها وتعرف ابطالها واحداثها، وانت تلاحظ ان كتاب جيم حطها لك في وسط التدريبات كتير. فبيقول روبرت هينزو كان واحد من السكس من الرجاله الايه؟ السته دول، كانوا بيشتغلوا كده زي بودي جاردات او حراس شخصيين لديوك مايكل. وطبعا في عندك فيديو لشخصيات القصه موجود على القناه، وفي فيديو شرح للقصه، فبص عليهم عشان تبقى فاهم القصه بتتكلم عن ايه واقراها. المهم عشان نجاوب هنا، روبرت هينزو ده هو جاردد وان اوف ذا سكس من هو جاردد، يبقى هو هنا عشان عندنا ايه؟ فعل بعدها. ما اسم المنزل راسنديل اند هيز مين استيد اللي اقام فيه؟ راسنديل هو ورجالته، يبقى حيث اقام يبقى هنا ايه؟ وير. طبعا راسنديل ده برضه بطل القصه. ذات از ذا هاوس، هنا البيت والممر بتاعه او المدخل بتاعه، يبقى هنا علاقه ملكيه، يبقى هوز انترنس. خد بالك من الجمله دي قوي، زمان that bus is my brother. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ driving. ليه بقى؟ قال لي هنا كان اصل الجمله زمان who drives that bus is my brother او who is driving. لما باجي احذف ضمير الوسط اللي هو هو، وفي عندك هنا يونت انا شارح فيه في درس الضمائر الوسط، شارح فيه الحذف والحاجات دي كلها، ممكن ترجع له. فبقول الرجل الذي كان يقود، يبقى درايفنج هنا اتحطت مكان هو درايفز او هو ووز درايفنج او هو از درايفنج. بحذف هو وبحذف فيرب تو بي وبعوض عنهم مش يونت. بيبول كوت كان اصلها هو ووز كوت، تم حذف هو او هو وير كوت، اسف، يبقى بيبول هو وير كوت، الناس اللي اتمسكوا. ستيلينج ار امبريزند، اتمسكوا وهم بيسرقوا، ار امبريزند يعني مسجونين، برضه هنا تم الحذف، تمام؟ فعشان كده استعملنا تصريف تالت. هنشرح الكلام ده بالتفصيل، هنعمل فيديو خاص بالتركات المهمه في ضمائر الوسط. انا كتبت I wrote down all that I have done. وغالبا لما بتلاقي all والون وonly وsome وmuch وlittle انت بيبقى الافضليه لذات مش لوتش. زمان on the train last week was an old classmate. زمان I met. لما بتكون البدايه بالمفعول يجوز حذف ضمير الوسط، لكن اصلها زمان هو I met. هنا بنحذف ضمير الوصل من غير ما نغير اي حاجه في الجمله، يعني بتحذف بس كان لم يكن له تاثير، يبقى اصلها زمان هو whom I met او who I met، فانا حذفت هو او whom واكتفيت بدي بس. جمله 44 جمله ماكره جدا. لازم تفهم معنى الجمله، بيقول لك الطلاب wishes have come true are very happy. معنى الجمله دي ان الطلاب اللي امنياتهم اتحققت سعداء، فهنا wishes دي امنيات، دي مش فعل يا جماعه. وطبعا انت على طول فهمت لان students جمع فما ينفعش معاها اي اس، برضه دي حته ثانيه توضح لك لو انت مركز جرامر. يبقى هنا the students whose wishes. The people lives lives اسف the people lives. برضه نفس الفكره اللي قلناها فوق. الناس اللي حيواتهم انقذت، جمع حياه هنا، دي جمع كلمه لايف اللي هي حياه، اللي حيواتهم انقذت شكروا رجل الشرطه كثيرا، يبقى هنا برضه الاجابه ايه؟ هوز. خد بالك جملتين يعني جامدين جدا.
At the end of our street, there is a bakery. طبعا الابوستروف اس الملكيه دي بتحل محل المكان العمل، صح كده؟ يبقى في نهايه شارعنا يوجد يا جماعه بيكر، يبقى وير، حيث نشتري الخبز. Violent storms، العواصف العنيفه، are what people fear nowadays، هم ما يخشاه الناس هذه الايام. الرجل، خد بالك برضه جملة مكررة، الرجل الذي نسكن في بيته رجلا كريما، يبقى in whose house. على طول لو انت قلت in his house يبقى الجملة ماشية صح، يبقى انا هحط هنا in whose house. الجملة رقم 45، he bought a car of which I can't remember the name، هو اشترى عربية اللي مش قادر افتكر اسمها. Have you seen she bought from، يبقى what، شفت اللي هي اشتريته من معرض الكتاب، بوك فير اللي هو معرض الكتاب. زمان who is wearing، خدت بالك من الحته دي، هنا ابوستروف اس اختصار is، الراجل اللي كان لابس the white shirt is احمد's uncle، يبقى عم احمد. name يعني اذكر اسم، the actor الممثل who الذي plays صلاح الدين، اللي لعب دور صلاح الدين كان احمد مظهر على ما اذكر. هو فقد الكتاب، خد بالك he lost the book، خد بالك the book هنا object مفعول. I lent him last week، برضه هنا تم حذف which، كان اصلها which I lent him. تمام؟ It is said that he was a man، بيتقال انه هو رجل. To have the sight of an eagle، يعني عنده مظهر لمظهر النسر، الطائر المعروف. وشجاعة الأسد، يبقى هو appeared. أنا قابلت الدكتور اللي عربيته اتسرقت الأسبوع اللي فات، يبقى whose، علاقة ملكية. The teacher whose students passed، اللي طلابه نجحوا في الامتحان كان فخور بنفسه. أنا عارف he married her for her money، يبقى هو بيقول إن هو عارف. أنا عارف هو ليه اتجوزها، يبقى I know why he married her for her money. ما تشربش مثلا واتجوزها عشان فلوسها، ماشي. المدير، ذا مانجر، اللي سكرتيرته كانت مريضه بشده، يبقى هوز، علاقه ملكيه. دكتور مصطفى، اللي كتبه هوز بوكس ار ديستنجوشت، مميزه. I saw my old friends in the garden we used to play when we were young، يبقى وير، حيث كنا معتادين على اللعب واحنا صغيرين. هو غادر للأقصر، the city، خد بالك في الآخر in، يبقى which he lives in، ما ينفعش استعمل where ما دام في الآخر in. كده أنهينا تدريبات يونت 3، إحنا بنحاول نحل بسرعة، نتمنى إن إحنا نكون فدناكم في الفيديو ده، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.